مشكلتي مع ماتريكس 219. السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. انا واقف في مشكله كبيره جدا. المشكله هي ماتريكس 219. ايه الشخصيه دي؟ ايه الشخص ده؟ بصراحه انا مش عارف اتكلم اقول ايه. بصراحه الشخصيه دي شخصيه عبقريه بشكل كبير جدا وبشكل غريب. لو اتكلمت عن المشكله اللي انا جاي اتكلم عليها فعلا مع قناه ماتريكس، فانا مش جاي اضحك عليك بالعنوان، انا فعلا عندي مشكله كبيره جدا. تمام، المشكله هي اني واحد بيتكلم في ربح الانترنت، واحد بيستهدف كلمه ربح الانترنت، واحد تاني زي سيمو برو بيستهدف كلمه ربح الانترنت، واحد تاني زي المحترف المصري بيستهدف كلمه ربح الانترنت. احنا كده بنتكلم في ربح الانترنت، قناه اعرف اكتر، المستفيدون كتير جدا بيتكلموا في ربح الانترنت، بنحاول نستهدف كلمه الربح من الانترنت، لان اللي بيطلع الاول في الكلمه دي او اللي بيوصل للصفحه الاولى ده دايما بيبقى في من افضل الناس، يعني بيبقى ان هو الشخص اللي عرف يستهدف صح، وهو برضو الشخص اللي قدر انه يحقق ترافيك صح. مشكلتي هنا في قناه ماتريكس 219، لو بصينا على الصوره اللي قدامكم دي هتلاقوا ان كلمه ربح الانترنت، هتلاقي ان ماتريكس 219 موجود في الصفحه الاولى، مع انه مش دايما بيتكلم في ربح الانترنت. زائد حاجه كمان، الفيديو ده منشور من اسبوع او 6 ايام، فحاجه غريبه جدا جدا. طب ليه؟ ايه السبب؟ ايه السر؟ انا بسالك دلوقتي باشمهندس محمود، ايه السر؟ انت عملت ايه؟ يعني بجد حاجه غريبه. دلوقتي انا لما اجي اتكلم في ربح الانترنت او اجي اتكلم عن او استهدف كلمه ربح الانترنت واقعد استهدفها في 50 فيديو قبل كده استهدفت الكلمه دي، فعلا انا طلعت كتير، يعني كنت في الصفحه الاولى كتير، موجود كتير، يعني كنت موجود كتير. تمام، لكن المنافسه كبرت قوي دلوقتي، وانا اصلا بطلت شويه يعني ربح الانترنت، او بطلت استهدف الكلمه دي بالذات، فايه ممكن تلاقي قليت شويه من الصفحه دي او من كلمه ربح الانترنت في التنافس بتاعها. ولكن انت باشمهندس محمود ادريس ما بتتكلمش اصلا في ربح الانترنت، دايما تعمل فيديو او 3 4 فيديوهات عن ربح الانترنت، كل فيديو فيهم موجود في الصفحه الاولى، واخر فيديو انت عملته عن ربح الانترنت يبقى في المركز اللي هو فيه في الوقت الحالي ده اللي في الصوره قدامك ده. انا بجد عايز افهم النقطه دي، دي النقطه اللي انا عايز افهمها. لو انا فهمتها فعلا القناه بتاعتي دي هتبقى قناه كبيره جدا، انا متاكد من النقطه دي. طيب ايه الحل؟ في حل؟ هل في حل يعني؟ في حل، حل بسيط جدا، غير الكلمه. ازاي بقى انك تقدر تغير كلمه ربح الانترنت؟ كمثال دلوقتي عندنا كلمه ربح الانترنت، انا عايز استهدف الناس اللي بيدوروا على كلمه ربح الانترنت ولكن بشكل داني، بحيث ان المنافسه تبقى اقل شويه بالنسبه لكلمه ربح الانترنت. تمام، في منافسات بتبقى اقل شويه، زي مثلا انا مثلا استهدف كلمه اربح من الانترنت. تمام، اربح من الانترنت نفس قوه ربح من الانترنت، ولكن وبرده نفس الناس اللي بتستهدف، يعني الناس اللي بتدور على ربح الانترنت معظمهم بيجوا على كلمه اربح من الانترنت. كيف اربح من الانترنت؟ ازاي اربح من الانترنت؟ في كلمه اربح من الانترنت موجوده كتير جدا، فنفس الناس اللي هنا معظمهم هنا، ولكن تنافس دي غير تنافس دي. تمام، انت كواحد مثلا بيتكلم في الطبخ او بيتكلم في اي مجال تاني غير ربح من الانترنت، اي مجال تاني، حتى لو مجال تقني، مجال تاني، برامج اندرويد، اي حاجه، عايز تعرف ازاي الكلمه اللي انت المفروض تستهدفها. في حاجه بقى، اداه جديده في اليوتيوب هنتكلم عليها النهارده دي ان شاء الله، هتسهل عليك الموضوع ده جدا، هتديك كلمات مفتاحيه افضل، تخلي المحتوى بتاعك افضل، هتديك حاجات كتيره جدا بتخلي بترتقي بالمحتوى بتاعك، هتديك ريال تايم فيو، يعني بتوريك المشاهدات كل دقيقه وكل ساعه، هتديك حاجات جميله جدا. الاداه دي انا بنصحكم تستخدموها، بستخدمها بقالي كام يوم تقريبا، اسبوع، بستخدمها بقالي اسبوع تقريبا. الاداه ممتازه جدا، محققه معايا ترافيك ممتاز، شوف اخر فيديوهين هتلاقي محققه معايا فعلا ترافيك ممتاز جدا في كلمات مفتاحيه اللي هما بيجيبوها لي واللي انا بستهدفها بسبب الاداه دي. فخلينا نقول مع بعض نشوف الاداه. هي دي صفحة الأداة يا جماعة، صفحة أداة تيوب بادي. الأداة دي بتستخدم في مليون حاجة، مليون حاجة بمعنى الكلمة. طيب أول حاجة، أنت عشان تستخدم الأداة دي أو عشان تثبتها عندك في المتصفح بتاعك، بتخش على الرابط ده هسيبه لك أسفل الفيديو، أو هسيب لك الرابط الأداة بشكل مباشر لجوجل كروم أسفل الفيديو. كل اللي بتعمله إنك بتضغط على انستول أو تثبيت، وبتم التثبيت معاك بشكل مباشر عادي جدا، يعني ما بيبقاش في أي مشاكل. بتثبت معاك وتبقى معاك بالشكل اللي أنت شايفه فوق ده. كل اللي أنت بتعمله بتخش على التشانل بتاعتك، هتلاقي هنا مكتوب او هتلاقي هنا العلامه دي، الايقونه دي، هتضغط عليها هيقول لك اعمل ساين ان في الاداه. هتضغط على ساين ان، هيطلب منك بعض الصلاحيات. افهمني كده عشان الناس بتخاف من الصلاحيات، نرجع مره ثانيه بس، فافهم كده الصلاحيات بتقول ايه عشان ما تتلخبطش بس وانت بتوافق على الصلاحيات. كل الصلاحيات اللي بتطلبها منك ان هي تتحكم في القناه. يا جماعه ثقوا في اللي انا بديه لك، ما تقلقش، يعني انا سايبها تتحكم في القناه والله، اكيد هي مش بتعمل حاجه يعني في القناه ولا بتتهكر، يعني ما تقلقوش. الاداه دي موجوده من زمان جدا جدا. مثلا لو وريتك مثلا ترتيبها على العالم 11000، ترتيبها على العالم 11000، زمان شايف ترتيبها على العالم 11000، ترتيبها على
دي انديا، الهند 2285، فموثوق منها 100%، فما تقلقش الموضوع ده. فاديها صلاحيات اللي هي عايزاها، ما تقلقش من اي حاجه. انا لنفسي يوم اديها صلاحيات عادي يعني، وناس كتير جدا على فكره بيستخدموا الاداه دي، مش احنا بس يعني. طيب نرجع مره تانيه لموضوع الاداه بتستخدم في ايه. عندك مليون حاجه بقى تقدر تستخدمها في الاداه. اول حاجه هنا بيديك حاجه اسمها الريال تايم. الريال تايم دي يعني بيجيب لك الوقت بالظبط. الريال تايم ده موجود في الاناليتكس، بس انت محتاج تبحث شويه. كل اللي انت بتعمله انك بس بتسهل عليك كل حاجه، تمام؟ هنا في الصفحه دي بيجيب لك السبسكرايبرز بتوعك، الرسائل اللي بتجي لك، الكومنتس بيجيبها لك ورا بعض، اللايف ستريمنج اللي عايز تطلع لايف، والبلاي ليست اللي بيجيب لك، الكويك لينكس، الحاجات السريعه اللي انت عايز تجيبها بدل ما تخش بقى وتضغط هنا وتجيب الداشبورد والكلام ده كله، بتضغط هنا بس بكل سهوله وبتجيب لك الحاجات دي. حاجه بسيطه يعني، او دي يعتبر اقل حاجه بتعملها الاداه، تمام؟ طيب يا مصطفى احنا كده ما استفدناش حاجه، ايه يعني اللي انت افدته لنا كده يعني؟ انا بس بقول لك على حاجه، الحاجات بسيطه بس كده قادر تعملها في الاول، تمام؟ ده بيعمل لك ايه بقى؟ الريال تايم، خلينا نتكلم عليها شويه عشان دي مهمه برضو، نشيل دي بس. بيجيب لك هنا المشاهدات في الساعه الاخيره، تمام؟ هنا مثلا بيقول لك من وقت كذا لوقت كذا جالي كذا مشاهده، من دقيقه، تمام؟ بيجيب لك هنا المشاهده في الدقيقه، جالي هنا في الساعه الاخيره 140 مشاهده. هنا بيقول لك في الدقيقه، من الدقيقه 12 و10 دقائق لحد الدقيقه 12 و11 دقيقه جالي مشاهدتين، تمام؟ هنا جالي مثلا مشاهده واحده من الدقيقه 12 و8 دقائق للدقيقه 12 و9 دقائق بالشكل ده. هنا طبعا بيجيب لك المشاهدات في اليوم وفي الساعه، كمان بيقول لك انه بيعيد الاحصائيات كل 10 ثواني. طيب جميل جدا. ايه بقى الحاجات المهمه اللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده ونشوف الاداه بتاعتنا بتعملها ازاي؟ بكل بساطه ان كل اللي بتعمله بتضغط هنا، بعد كده بتروح على ماي فيديوز. جميل جدا. نخرج بقى من دي ونخرج كمان من صفحه الاداه عشان نركز الاداه بتعمل ايه والاداه مبدعه في ايه. اولا هتلاقي ادوات جديده ظهرت لك في الفيديو بتاعك، مثلا اداه زي دي بتسهل عليك بعض الحاجات، بتعمل لك حاجه اسمها كويك لينك زي اللي شفناها فوق هنا، تمام؟ اسف على كلمه تمام اتقال كتير بس انا اتعودت عليها. بتلاقي هنا كلمه كويك لينك، فدي حاجات كده بتسهل لك عليها. دي برده بتسهل لك بعض الحاجات اللي انت هتحتاج انك تعملها، فدي بتسهل لك حاجات كتير. زي ما انت شايف برده بتسهل لك حاجات كتير، انك ممكن تعمل كوبي من كارد لكارد. يعني مثلا انا في الفيديو ده حاطط كاردز معينه، باخد ممكن تاخد كوبي من الكاردز دي وتحطها في الفيديو ده مثلا، ممكن تاخد كوبي من الاند سكرين بتاع ده وتحطها في الفيديو ده، ممكن تاخد كوبي من الميتا داتا وتحطها في اي فيديو، ممكن تعمل اي حاجه، ممكن تغير الثامبنيل، ممكن اصلا تعمل ثامبنيل جديده عن طريق الاداه دي. بكل بساطه انك بس كل اللي بتعمله بتخش على الفيديو انت عايز تعمله اديت او انت عايز تعمل فيه ثامبنيل، بتلاقي مكتوب كرييت يور ثامبنيل او كرييت ثامبنيل، بتلاقي هنا كرييت ثامبنيل، وبتقدر انك تعمل ثامبنيل جديده وبتختار كل حاجه وبتقدر تعملها وبالدقه اللي انت عايزها وكل حاجه انت عايزها، تمام؟ وممكن حتى تاخد ثامبنيل من الفيديو نفسه باي طريقه انت عايزها، وبتاخد يعني سكرين شوت من الفيديو تحطها كثامبنيل للفيديو. طيب جميل جدا. زي ما انت شايف الابلود ديفولتس، ممكن هنا تعمل فيو، بيجيب لك الابلود ديفولتس يعني ايه، يعني يقول لك مثلا ده بابليك ولا لا والحاجات دي كلها. طيب جميل جدا. خلينا بقى نركز في المهم، العلامه الخضراء دي. يعني ايه العلامه الخضراء دي؟ ويعني ايه كلمه اربح من الانترنت؟ هو ده اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده. قلت في الاول عن مشكلتي انا وباتريك 219 عن ان هو غلب الكل وبقى هو الاول في كلمه اربح من الانترنت، اللي احنا بنشتغل مليون مرة عشان نوصل للمستوى اللي هو فيه ده، او نوصل للرانك اللي هو عامله في 5 ايام او في اسبوع بالكتير، ممكن اقل من اسبوع كمان. فاحنا بنحاول يعني بنجتهد كتير جدا عشان نوصل للمرحلة دي او نوصل للرانك ده، ومحدش عارف اما هو في 5 ايام وصل للرانك ده من غير اي مجهود بصراحة. يعني اقصد طبعا مجهود في نشر فيديوهات كتير عن ربح الانترنت يعني. المهم انا هنا استهدفت كلمه تانية خالص اسمها اربح من الانترنت، برضو اتكلمت عليها في اول فيديو. زي ما انت شايف اول ما انا استهدفت الكلمه دي هنا، هم قالوا لي هنا الاداه قالت لي ان الكلمه دي سمعت معاك، فادوني العلامه الخضراء دي. بيقول لي ان الكلمه دي بتجيب لك مشاهدات، فادوني العلامه الخضراء دي. معنى كده بيقول لي استمر في الكلمه دي. طيب ايه اللي هيفيدني بقى لو انا ضغطت ضغطه كده بس؟ ضغطه هيجيب لي هنا السكور بتاع الكلمه المفتاحيه دي، تمام؟ زي ما انت شايف كيورد سكور، خلينا نشوف كده السكور بتاعها عامل كام. 86 من 100، ده ممتاز جدا. زي ما انت شايف الرانك بتاعها فيري جود. الكومبيتيشن بيجيب لك المنافسه على الكلمه دي فيري لو. يعني ايه فيري لو؟ يعني مش ناس كتير بتتكلم عن الكلمه دي. زي ما انت شايف هنا جاب لك ان في واحد اهو بيتكلم عن الكلمه دي، وادي قناه المحترف بتتكلم عنها، ويو انا بتكلم عن الكلمه دي، انا ليا 1 سيرش من الكلمه دي. دي حاجه ممتازه جدا، دي حاجة مش هتفهمها دلوقتي، هتفهمها لما تستخدم الأداة. طيب حاجة كمان معلش،
خلينا نتكلم فيها. هنا بيقول لك اهو الكومبيتيشن بتاعها 38 بس، معنى كده ان هي لو، معنى كده انت لازم تستخدمها وتستخدمها بكثره عشان تبقى انت الوحيد اللي بتستخدم الكلمه دي، او انت من اكتر الناس اللي بتستخدم الكلمه دي، فبالتالي انت اكتر واحد هيبدا يظهر من الكلمه دي. فانا هشتغل على الكلمه دي من الفتره الجايه ان شاء الله، او في الفتره اللي انا فيها حاليا، فاتمنى بس ما الاقيش منافسين كتير بعد الفيديو ده. المهم السيرش فوليوم هنا بيقول لك ان هي فيري هاي، الناس كتير بتبحث عنها وكمان في منافسه قليله، فانت الكلمه دي تعتبر كنز بالنسبه لك ان انت تستخدمها. اسف مره كمان ان انا بتكلم بسرعه ولكن انتوا عارفين السبب. طيب حاجه تانية بقى، الكلمه دي انت ممكن تستفيد منها جدا. طبعا تاج اكسبلور ده اكتر حاجه انا هستفيد منها، او اكتر حاجه انا بحبس انك تستخدم الاداه دي عشانها. تمام، فلو كتبت الربح، سوري الربح من الانترنت، لو كنا بص كده وهتلاقي ماتريكس برضو هو المتصدر في كل الموضوع. طيب هنا بيقول لك ان هي جود مش فيري هاي او فيري جود. تمام، هي جود 71، اما الثانيه كانت 86، مع ان الناس كتير قوي بيشتغلوا على كلمه الربح من الانترنت، ولكن مش عارفين كلمه اربح من الانترنت افضل اصلا، والناس كتير بتدور عليها اكتر. تمام، بالذكاء كده دي انا اتعلمت الاستراتيجيه دي من قناه ماتريكس 219، ولكن هو ما اتكلمش عنها بالطريقه اللي انا بوريها لكم قدامكم دي. اما انا بوريك حاجه عملي، بوريك حاجه قدامك، حاجه بالاثباتات وحاجه بالدليل قدامك. تمام، ان كلمه اربح من الانترنت اقوى من كلمه الربح من الانترنت في السيرش وفي الكومبيتيشن كمان. الكومبيتيشن هنا برضو مش قوي، 41% او 41%، اما الثانيه كانت 38. فانت لازم تستخدم كلمه اربح من الانترنت مش الربح من الانترنت. تمام، عشان الكومبيتيشن بتاع اربح من الانترنت اقل من الكومبيتيشن بتاع كلمه اربح من الانترنت. يعني ايه كومبيتيشن؟ يعني منافسه. تمام، فلما يكون منافسه اقل معنى كده مش ناس كتير بتتكلم عن الكلمه دي، ولكن لما يكون السيرش فوليوم اكبر معنى كده الناس كتير بتبحث عن الكلمه دي. فكلمه اربح من الانترنت زي ما قلت ان هي كنز بالنسبه لكل واحد بيتكلم عن الربح من الانترنت. قيس ده بقى على كل الفيديوهات التانيه، او قيس ده على كل الكلمات المفتاحيه اللي انت بتستهدفها، بتتكلم عن الطبخ، بتتكلم عن السيارات، بتتكلم عن اي حاجه في مجال التقني، قيس ده على اي حاجه. يعني انا ممكن اكتفي بالفيديو بالحركه دي بس، بالتاج اكسبلور دي بس كده، انا ممكن اكتفي بالفيديو واقفل الفيديو دلوقتي على التاج اكسبلور، لان هي افضل حاجه في الاداه بتاعت تيوب بادي اللي انا جاي اشرحها النهارده، ودي حاجه اللي انا كنت جاي فعلا اركز عليها النهارده. اما في حاجه تانية تعتبر موازيه للتاج اكسبلور، خلينا نبص عليها مع بعض، هي السجست تاجز، التاج تولز، السجست تاجز. انا بقول لك تجربه عمليه انت ممكن تجربها حالا في الوقت اللي انا بوري لك عليه ده، حالا دلوقتي وانت بتتفرج على الفيديو، وقف الفيديو اتفرج على الحته دي، وقف الفيديو ما تكملوش للاخر، و اعمل الحركه اللي انا هوريها لك دي. ادخل على اي فيديو عندك، ولكن يفضل ان يكون فيديو بيجيب مشاهدات، يعني فيديو يوميا بيجيب مشاهدات ولكن مش كتير، يعني مثلا يوميا بيجيب 100 مشاهده او 50 مشاهده. خش على اي فيديو من فيديوهاتك، لو انت قناتك صغيره اعمل برده اللي انا هقول لك عليه ده، هتفيدك جدا. اضغط على سجست، ولكن الكلام ده موجه للناس اللي فيديوهاتهم بتجيب مشاهدات اوريدي. اضغط على كلمه سجست. نخش على الايد بتاع اي فيديو زي ما قلت لك، الفيديو اللي انا بقول لك عليه ده، واضغط على كلمه سجست. هنستنى شويه، هيديك هنا كلمات مفتاحيه، انا عشان عملتها قبل كده هنا هيديك كلمات مفتاحيه. هتخش على الكلمه المفتاحيه اللي انت عايزها، وهتلاقي في كلمات مفتاحيه ثانيه هو بيديها لك. زود الكلمات المفتاحيه دي، زودها معاك. تمام، زودها معاك في الكلمات المفتاحيه، وفي ظرف نص ساعة، نص ساعة بس، لو ما جالكش مشاهدات يبقى في حاجة غلط. مش هقول لك اعمل ديسلايك، بس هيبقى في حاجة غلط، لأن أنا تعبت كده في الفيديو ده، فأنت أكيد هتعمل لايك. يعني حاجة أساسية إنك لازم تعمل لايك. ولكن ده التجربة أنا جربتها، تمام، من الشخص اللي أنا خدت منه الفيديو ده، هو قال اعمل كده، فأنا جربت التجربة دي وجابت مشاهدات فعلا في 10 دقايق بالظبط، جابت مشاهدات، مش في نص ساعة، في 10 دقايق بس جابت مشاهدات زياده في الفيديو اللي انا كنت اصلا بجيب فيه مشاهدات، ولكن زادت اكتر. يعني بدل ما كان بيجيب 50 مشاهده في الساعه جاب 150 مشاهده في الساعه. فانت جرب الحركه دي، هتلاقي بعض الحاجات كده زودها، ما تزودهاش كلها، زود الحاجه المهمه بالنسبه لك. مثلا كلمه تروح الانترنت بدون راس مال، انا هنا بتكلم عن فيريال اوبشن، لازم تودع 100 دولار او 15 دولار لو اتكلمت مع موقع، لازم تودع 100 او 15 دولار، المهم انك لازم تودع، يعني لازم فيه يكون راس مال. فانا هنا ما اقدرش احط كلمه تروح الانترنت بدون راس مال، كده انا ابقى كذاب، واليوتيوب لو مسك الموضوع ده هيقفل لي الفيديو، او ممكن يمسح الفيديو او يقفل القناه. في حاجات تانية كتير بقى زي اكسبلور، في ترانسليت، اعتقد ان اكسبلور دي اللي هي التاجز اكسبلور اللي انا كنت استعملها دي، التاج تول انت ممكن تعمل فيها اي حاجه، امبورت يعني ممكن تاخد فيديو من اي شخص وتحط التاجز بتاعه بشكل مباشر عندك. ولكن زي ما قلت لك اللون الاخضر ده جايين لي ليه؟ لان الكلمه دي هي اقوى كلمه انا استخدمتها من الكلمات دي كلها، اقوى كلمه استخدمتها، عشان كده جايبين لي اللون الاخضر ده.
جميل اللون الاخضر ده عشان دي اقوى كلمه انا استخدمتها، زي ما تقول بيحيوني يعني، بيقول لي ان فعلا الكلمه دي جايبه معاك مشاهدات، فمعلمين لي عليها باللون الاخضر، بيقول لي استخدم الكلمه دي، الكلمه دي كويسه. وانا هكتفي بهذا القدر، مش هنكمل شرح في الاداه دي، الاداه دي مليانه حاجات تانية، ولكن هسيبك انت تكتشفها بنفسك. اتمنى يا ريت يا جدعان الفيديو عجبك، لايك الفيديو بس، انا مش محتاج منك غير لايك الفيديو، اللايك ده بيساعد جدا جدا، وانا بصراحه تعبت قوي في الفيديو ده حتى انا بنهج، فاتمنى انك تعمل لايك للفيديو لانها فعلا حاجه بتساعد جدا. لو كنت عايز تشوف حلقات تانية اعمل سبسكرايب، لسه اسبوع على 7000 مشترك، ان شاء الله نوصل 7000 مشترك قبل نهايه الشهر ده. وشكرا ليك جدا عشان انت سمعت الصداع اللي انا قلته، انا عارف ان انا صدعتكم، ولكن شكرا ليك جدا انك كملت الفيديو لحد الدقيقه اللي احنا فيها حاليا. بس كده، ده كان فيديو النهارده. طبعا مش اي مشكله بيني وبين كارت ماتريكس 219 نهائيا. استاذ محمود ادريس من افضل الشخصيات اللي شفتها في حياتي، ومن احسن الناس اللي انا شفتهم بيشرحوا، طريقه الشرح بتاعته يعني ممتازه، ده اولا. تاني حاجه ان هي مميزه جدا جدا جدا. تالت حاجه، لو انت متعرفش قناه ماتريكس 219 هتلاقيها في الاند سكرين، هتندم لو ما اشتركتش في القناه دي. لازم توصل 100,000 النهارده وبكره، لازم توصل 100,000، هي كده كده هتوصل، بس يا ريت توصل من قناتي، ويا ريت تروح عند القناه دي وتقول له في اي كومنت ان انت تبعي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تعمل شير للفيديو. كان معكم مصطفى من قناه مستر بوتيك، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.